بداية نهاية الأسبوع سيكون الموعد مع الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، والفرق الكبيرة تريد أن تحافظ على لاعبيها تحسبا لمنافسة هامة جدا بالنسبة لنوادي من حجم الميلان والإنتر وتشيلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال والبارسا والريال. حكم تكون أضرارها أقل. كرة لألكسندر باتو على الجهة اليمنى يغطيها بامتياز، هاي المراوغة من باتو يرجع للخلف شينس خلف زلطان إبراهيموفي تنطلق مع غاتوزو، إبراهيموفي يوصل عليه باتو على الجهة اليمنى باتو، تسديدة ممتازة من باتو مرة جانبية على مرمى الحارس نادي تشيزينا بعد مرور 27 دقيقة لعب. الميلان متعادل أمام تشيزينا 0-0. اللاعبين الكبار عكس نادي من حجم من نادي تشيزينا الذي يبقى مفروض عليه انه يكون انه يقدر على شراء لاعبين من الذين يشتريهم الميلان. وباتو بالراس، شوف الاعاده مره اخرى، تونيلي اللي يلعب اللي يحرس مرمى تشيزينا الموسم الثاني على التوالي، كان سنوات لتشيزينا امام الميلان. ترى الكره لباتو على الجهه اليمنى يلحق عليها يغطيها بامتياز باتو دائما من امام الياباني ناغاتومو، هاي باتو يخرج بالكره سريع جدا بامتياز يلعبها مع رونالدينيو بدوره اللي ترجع له من عند ابراهيموفيتش زلاتان ابراهيموفيتش. اوه يمكن نقول دار السيطره، ولكن من لم تكن هناك فرص واضحه للتهديف للميلان مقارنه مع الفرص التي اتيحت له على الجهه اليمنى. يلعبها ارضيه البحث عن باتو، محاولة التوغل من باتو، قلت بأن الحل بين أرجل باتو ورونالدينيو. غاتوزو والتماس جاتية اليمنى تروح مباشرة لبونيرا يلعبها مع باتو، يخرج من المراقبة باتو تبقى عنده الكرة يطلبها في الوسط دائما باتو يدفع بيده أمبروزيني. عليه الشأن خلال المرحلة الأولى أو ربما أكثر. شوف وضعية اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش دائما في نفس الخط، هاي الكرة مرة أخرى مش عارف الحكم أشار هنا إلى سريعة جدا عن طريق أباتشي يلعبها مع باتو، حاولة المرور من باتو، هاي ممتازة المرور من باتو، دفاع تشيزينا الحكم احتسب لمسة يد هنا من باتو، الحكم المساعد رفع الراية بحجة لمسة يد من باتو على الهدف الذي سجله منذ حين. وهاو الكرة الأخرى من باتو بامتياز وببراعة بخفته وسرعة الكرة. غاتوزو يلعبها مع ألكسندر باتو، ترجع له مرة أخرى من عند إبراهيموفيتش يرجع حاله باتو، باتو إبرا باتو على دفاع نادي تشيزينا. ميلان إذا ما سجلش بعد 15 دقائق من الآن أمور راح تصعب أكثر من أجل ترجيح كفة الميلان في هذه المباراة. نياسيو أباتي ما يتمكنش من هذه الكرة، ترجع لباتو يرجع لأباتي مرة أخرى. فل صفر لتشيزينا أمام الميلان. بيرلو يلعبها مع باتو، التسديدة جانبية من ألكسندر باتو، خرج من المراقبة نعدت يسدد أفضل كرة مثل هذه. ألكسندر باتو كورتو مرت بعيدة تماما عن مرمى الكبار والمتفوق بهدفين مقابل صفر على يوصل مباشرة من هناك لباتو على الجهة اليمنى باتو، والحارس أنطونيولي ينقذ الموقف، باتو والحارس أنطونيولي ينقذ الموقف.